إذن متابعي الكرام، هكذا هي الانطلاقات والتحديات والمنافسات التي تدور ما بين هذه الأسماء. وينطلق شوطنا أيضا الثالث هنا حاملا في طيات هذه الأسماء من الجعدان المحليات الأصايل لسن الإذاع، 6 كيلومترات هي المسافة مشاهدي الأعزاء ومتابعين الكرام. لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط، لنبدأ مع الصدارة مشاهدي الأعزاء ومتابعين الكرام. ليأتي هنا شعار علي بالكيف بن علي بثعالب العامري يقدم لنا هنا أيضا مرضي على الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هنا التواصل والقدوم في هذه اللحظات من مصيحان لمحمد يتواصل في هذه اللحظات، شعار رائع وجميل هنا يتواصل مع مصيحان محمد بسهيرة على العوية العامري، بينما ثالث الأسماء هناك التواصل وهناك القدوم مشاهد الأعزاء، شعار سهيل بن سلب غزول العامري يقدم الذيب على ثالث الأسماء. المركز الرابع ورابع إلى التحديات في هذه اللحظات التواصل مشاهد الأعزاء من شعار مبارك بن ناصب رملي العامري يقدم لنا شعاره ويقدم لنا المختبر في هذا المسار الرائع والمسار الجميل، بينما هناك الدخول وهناك التواصل في هذه اللحظات أيضا. والقادم مشاهدي الأعزاء متابعي الكرام في هذا المسار والتحدي والمنافسة الرائعة والجميلة في هذا المسار هنا مشاهد الأعزاء. متابعينا الكرام ياتي في هذه اللحظات ويتواصل شعار سعيد بن غزوب مسلم الحمرور العامري يتقدم في هذه اللحظات مع شاهين في هذا التحدي. هنا الوصول هنا الوصول متابعينا الكرام ايضا متابعي الاعزاء في هذا المسار وفي هذا التحدي وهذه المنافسه ايضا شاهين لسعيد بن غزول بن سلم حمرور العامري هنا متابعينا الكرام من خلال هذه التحديات يصل في هذا المسار على خامس الاسماء سادس الاسماء. هنا التواصل مشاهد الاعزاء ياتي شعال يوعان بن ناصر بن خلفان الشامسي يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا ختال في هذا المسار، بينما هناك الغدوم والتواصل من شعار راشد بن سعيد بن سالم بن سعيد الدرعي هنا يتواصل في هذه اللحظات يقدم معرف في هذا المسار، بينما هنا ايضا التواصل من شعار يوعان بن ناصر يوعان الشامسي يقدم لنا ايضا اسم اخر ويقدم لنا شاهين في هذا المسار. يقدم شاهين وختال باحثا عن الفوز والانتصار باحثا عن الفوز والانتصار. المركز التاسع هنا القدوم والوصول من شعار محمد بن غزول لمحمد بن قناز البسعيد العفاري يقدم لنا شاهين في هذا المسار وهذا التحدي والمنافسة. عاشر الأسماء الذي نختم معاه النداء في هذا المسار ياتي شعار مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي يقدم لنا مزاحم في هذا المسار. هذه النتيجة متابعين الكرام. لنعود إلى مقدمة هذا الشوط، إذا نعود متابعي الكرام إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى وهذه التحديات ما شاء الله التي تدور ما بين هذه الأسماء الرائعة والرنانة هنا من خلال هذه التحديات ما شاء الله. صدارة هذا الشوط والمركز الأول والقيادة الأولى في هذا المسار الرائع والمسار الجميل يتواصل في هذه اللحظات شعار سهيل بن مسلم بن غزول العامري مقدما الذيب في هذا المسار، بينما هنا بالكيف قادم بشعاره وتحدياته وانطلاقاته هنا مشهد الأعزاء يقدم لنا مرضي علي بالكيف بن علي بن ثعالب العامري، بينما هناك الدخول من شعار العوية يتواصل في هذه اللحظات مقدما مصيحان محمد بسهيرة العوية العامري يتواصل في هذه اللحظة مقدما لنا مصيحان في هذا
التحدي وأيضا والمنافسة الرائعة والجميلة، بينما هناك الدخول وهناك الوصول في هذه اللحظات، والقدوم مشاهدين الأعزاء من الشعار القادم في هذه اللحظات، والمتواصل هنا في هذا المسار الرائع والمسار الجميل. مبارك بن ناصر الرملي العامري يقدم لنا المختبر في هذا المسار مشاهدي الأعزاء، يبيله متابعة هذا المختبر، يبيله مراقبة من خلال تحدياته واندفاعه هذا الشعار ما شاء الله. بينما هناك الدخول والوصول أيضا من شاهين السعيد بن قزول بن مسلم بن حمرور العامري يأتي في هذه اللحظات ويتواصل على خامس الأسماء، بينما المركز السادس هناك يتواصل ختال ليوعان بن ناصر بن يوعان الشمسي مقدما ختال في هذا المسار وفي هذا التحدي، بينما شاهين قادم لمحمد بن قنازل بن سعيد العفاري يأتي في هذه اللحظة يتواصل بشعاره بتحدياته بإبداعاته هنا على سادس الأسماء، سابع الأسماء أو هناك نعم بالفعل ثامن الأسماء. التواصل في هذه اللحظات من شعار بن حريز بدأ يتقدم، وهناك بن حريك بدأ أيضا هنا يأتي بهذا الانطلاق الرائع والاندفاع الجميل من خلال هذه التحديات، وشاهين ناصر بن هلال بن سعيد العفاري من خلال هذه التحديات والانطلاقات الرائعة والجميلة. أو هناك نعم بالفعل هملول سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، نعم بالفعل بن حريك بن حريك بن حريك بدأ هنا يتقدم بشعاره وتحدياته من خلال هذا المسار. نعود إلى الصدارة، نعود إلى أيضا حيث البداية الأولى وحيث الانطلاق الأول والاندفاع الأول، شعار بن قزول هنا يتقدم من خلال هذا المسار وهذا التحدي وهذه المنافسة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام. يأتي بانطلاقة رائعة هناك مع الذيب، الذيب الذيب يتواصل الذيب ويتقدم هنا مع بن قزول، يتقدم الذيب في هذه اللحظات ويتواصل هنا سهيل بن مسلم بن قزول العامري من خلال هذا التحدي وخلال هذه المنافسة على مقدمة هذا الشوط الصدارة الأولى والانطلاق الأول والاندفاع الأول هنا على مقدمة هذا الشوط. يتواصل بالأداء الرائع والأداء التلقائي حتى هذه اللحظة مشاهدين الأعزاء، يتقدم من خلال هذه المسارات الرائعة والاندفاعات الجميلة هنا مشاهدي الأعزاء، يصل إلى خط النهاية، يصل إلى خط النهاية معلنا الفوز، معلنا الانتصار بشعار بن قزول، بشعار بن قزول. سلام الذيب سلام، تهانينا لسهيل بن مسلم بن قزول العامري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وعلى هذا التألق والإبداع الدائم والعصا في الإبطان بالأوامر والتعليمات. المختبر من حل ثانيا مع شعار مشاهد الأعزاء. هناك مبارك بن ناصر رمل العامري المركز الثالث، ثالث الأسماء كان هملول سالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي المركز الرابع، الدخول كان أيضا مشاهد الأعزاء من شاهين لسعيد بن قزول بن سلم حمر العامري المركز الخامس المركز الخامس كان الدخول مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام. أيضا هناك من شاهين لمحمد بن قنازل بن سعيد العفاري، يعتقد هناك من حل خامسا في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمن قدم لنا الذيب سهيل بن سلم بن قزول العامري على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني كان أيضا هناك 9 دقائق 9 ثواني 38 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس.